الوزبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذا الانطلاق لسن الكبار لسن الحول. من أجل أصحاب السمو الشيوخ مسافتنا 8 كيلومتر، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط مع شوطنا الأول للحول المهجنات الأصايل، البداية الأولى الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع الانطلاق بعملية التضمير للشاهينية مع البداية. ثاني المراكز العيل لهجن الرياسة بقيادة الخبير عوض بن مبارك المهيري، من يتابع انطلاق العين. هنشوف اللي في المركز الثالث، الشاهينية من تحتل المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع هذا الانطلاق مع ثالث المراكز. نقلة مباشرة مع المركز الرابع، من تصل لمشاهدي الكرام وتتقدم في هذه اللحظات الذيبة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع هذا الانطلاق والمسار والذيبة محتلة مع المركز الرابع لهجن الرياسة مع الظافر بوليمايل علي بن يميل الوهيبي. خامس المراكز، من تصل الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع هذا الانطلاق. سادس المراكز، وصلت الفاتنة تعود الملكية لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، يتابع هذا الانطلاق. انتقل مباشرة إلى المركز السابع، ورا الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يتابع الانطلاق. وصوله وقدوم من الظبي لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع انطلاق الظبي بعملية التضمير. تتقدم الشاهينية مع المركز التاسع لهجن الرياسة، من يتابع انطلاق احمد بن مايد الخيلي الفيلسوف، من يرافق هذا الشعار. وصول انطلاق هنا مشاهدين الكرام، من تتقدم مع المركز العاشر أرى السعودية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع، يتابع الانطلاق بعملية التضمير. هكذا النداء للعشر المراكز المتقدمة دعناه كاملا مكمل. نعود حيث البداية، مقدمة الشوط الشاهينية مع المركز الأول، مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب، من يتابع انطلاق الشاهينية على صدارة المقدمة. المركز الثاني العين، العين مع المركز الثاني لهجن الرياسة، من يتابعها عوض بن مبارك المهيري، من يتابع انطلاق العين محتلة مع المركز الثاني. ثالث المراكز، الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع هذا الانطلاق للشاهينية المجازف، يرافق هذا الشعار محتلة الشاهينية مع المركز الثالث. رابع المراكز، تتقدم الذيبة لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، يتابع انطلاق الذيبة. انتقل مباشرة للشاهينية مع المركز الخامس، تتقدم هنا مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زون المهيري. خامس المراكز، تتقدم مشاهدينا الكرام الظبي لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع انطلاق الظبي يتولى عملية التضمير. المركز السابع، تأتي مشاهدينا الكرام الفاتنة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع انطلاق الفاتنة وقدوم من الشاهينية لهجن الرياسة. أحمد بن مايد الخيلي، من يتابع هذا الانطلاق الفيلسوف، من يرافق هذا الشعار. وصول وانضمام من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتابع انطلاق الشاهينية السعودية. تتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز الثامن لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الأوسط، من يتابع انطلاق السعودية وهي محتلة مع المركز الثامن. تاسع المراكز،
المراكز الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، عاشر المراكز تأتي هنا الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي. هكذا نادانا، هكذا مسار الشوط الأول للحول المهجنات الأصايل. هنا مشاهدين الكرام نسير بكم إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. هناك الشاهينية من تعلن حضورها وقيادتها، من تتكفل بالقيادة والصدارة مع انتصاف المسافة. البداية هلولة مع الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتابع الانطلاق أبو ذياب. المركز الثاني العيد لهجن الرياسة بقيادة الخبير عوض بن مبارك المهيلي من يتابع هذا الانطلاق. الشاهينية مع المركز الثالث لهجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصول وانطلاق من الذيبة مع المركز الرابع لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. بولي مايل يرافق هذا الشعار وهي محتلة مع المركز الرابع. خامس المراكز الشاهينية لهجن الرياسة هنا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتابع الانطلاق. وصول من هنا متتقدم الظبي في هذه اللحظات، ولكن من الجانب الاخر يا سلام، الظبي وصلت لهجن الرياسة هنا مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع انطلاق الظبي. انضمام مشاهدينا الكرام وانطلاق من الفاتن لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، يتابع الانطلاق للفاتنة وللذيبة وللظبي في مسار هذا الشوط. وصول من الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتابع انطلاق الشاهينية. المركز الثامن وصول جديد من الشاهينية لهجن الرياسة هنا احمد بن مايد الخيلي، يتابع الانطلاق. وصلت السعودية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبح، يتابع انطلاقها بعملية التضمير. نصل الى جسر العبور، نصل الى لافتة الثلاثة كيلو متر. هنا الشاهينية تتقدم لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا الانطلاق. الشاهينية لهجن الرياسة مع احمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. هكذا النداء للعشر المراكز المتقدمة والبداية هلولة والصدارة يا سلام. الشاهينية مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة لهجن الرياسة بمتابعة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. بنشمي من يتابع هذا الشعار والانطلاق مع مقدمة الشوط. المركز الثاني العين لهجن الرياسة بقيادة الخبير عوض بن مبارك المهيري من يتابع انطلاق العين. الشاهينية مع المركز الثالث لهجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع استراحة المحارب. المركز الرابع مشاهدينا الكرام هنا من تتقدم مع المركز الرابع الذيبة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي يا سلام. المركز الخامس قدوم من الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا الانطلاق. وصول جديد من الفاتنة تنضم في هذه اللحظات لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي الذيبي يا سلام. ولكن هنا الظبي، الظبي لهجن الرياسة تتقدم مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. والشاهينية من الجانب الآخر تعود الملكية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المنعطف الأخير. هنا الصدارة الأولى، مقدمة الشوط الشاهينية مع المركز الأول مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. بان الكيلو ونصف الكيلو، بانت لافتة الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية وعن الفيصل للناموس. والبداية الأولى الشاهينية مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق. الشاهينية مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يا سلام. وصلت
الذيبة، انطلقت الذيبة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق بعملية التضمير. الشاهينية مع المركز الرابع لهجن الرياسة، هنا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الظبي تتقدم لهجن الرياسة مع بولي مايل الظافر علي بن يميل الوهيبي، ولكن الكيل الأخير والشاهينية هناك على مقدمة الشوط على المركز الأول تغادر بناموس هذا الشوط، تنطلق بكل قوة وبكل جدارة الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يا سلام من يقدم لنا الشاهينية، من يتابع انطلاق الشاهينية. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتابع الانطلاق بسعيد الشاهينية مع المركز الثاني، ولكن الشاهينية غادرت انطلقت انطلاقة الفوز والناموس والانتصار. يا سلام لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. من يتابع الانطلاق، من يرافق الشعار هنا مشاهدينا الكرام. الشاهينية تغادر مشاهدينا الكرام وتأتي مع ناموس هذا الشوط، تهدي هجن الرياسة، تهدي المستحيل. أسعد الله مساك يا أبو ذياب ويا أبو النشمي على هذا الفوز والانتصار. قامت الشوط راس وتنهي مشاهدين الكرام بفوز وانتصار وبناموس مشرف، وتهدي هجن الرياسة هذا الفوز والناموس، وتهدي المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. لحظة الوصول للشاهينية معلن الفوز والانتصار، الشاهينية مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث من وصلت مشاهدين الكرام الذيب الهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، رابع المراكز الشاهينية وخامس المراكز الشاهينية المملوكات لهجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ونذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعد الله مساك يا أبو ذياب على هذا الفوز، قطعت المسافة في زمن وقدر 12 دقيقة 43 ثانية ثلاثا من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنئة للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، قطعت المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 47 ثانية أربعة من الأجزاء. تهانينا والناموس. المركز الثالث من التذيب لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، وقطعت المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني للذيبة 12 دقيقة 53 ثانية 9 من الأجزاء. هكذا مشاهدينا الكرام كانت